السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة باستخدام لغة جو. والنهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها سويتش ستيتمنت، كنت نسيتها، كان المفروض أشرحها بعد الإف بس معلش يعني ملحوقة، هنشرحها النهاردة. وفي حتة صغيرة كده في الفور لوب برضو ما اتكلمتش عنها الحلقة اللي فاتت، فبرضو هنتكلم عنها الحلقة دي، ويخليكوا معانا. احنا شرحنا المره اللي فاتت شكلين من الفور، وقلت لكم ان في طريقه ان انت ممكن تكتب فور ترو مثلا، ماشي، ودي معناها انك انت هتخش في انفينيت لوب. طب بتتكتب ليه؟ هنشرح دلوقتي، بس عاوز اقول لك ان فور لوب دي ممكن تكتب كده اساسا، يعني فور بس كده، ماشي. و يعني الطريقه اللي انت تكسر بيها الفور، في كي وورد اسمها بريك. لو انت داخل الفور لقيت حاجة ممكن تعديك من الستيتمنت دوت، تكتب بريك. يعني مثلا لو عاوز اقول له مثلا انا حاطط مثلا بيقرا حاجة من الداتا بيز، وعاوز اقول له عند القيمة 4 بريك، هقول له اف مثلا واي مثلا بيكوال ايكوال 4، يبقى زين هتقوم جاي عامل لي ايه؟ بريك، ماشي. البريك دوت ها فايدته ايه؟ ان هو بيبوظ الفور، بينهيها، ماشي، بيعمل لها بريك، بيكسرها، ماشي. فالمفروض ان هو من غير ديت كده، لو انا مثلا عملت كده طبعا مالتي لاين كوماند كده من غيرها، ماشي، وعملت كنترول اس ورنيت الكلام دوت، هتلاقي وصل لخمسة، ماشي. طبع خمسة وخلاص. طب انا مش عاوز خمسة، عاوزه عند اربعة ما يكملش. فهنيجي هنا نستخدم الشرط ده اللي هو بتاع بريك، وهاجي كده واعمل ران، سوري، هنا سيف الاول، كنترول اس، هنا كنترول اس سيف، وهاجي هنا كده اعمل ران تاني، فهتلاقيه عند اربعة خلاص ما كملش للخمسة، لان هو عمل بريك ايه؟ للوب. طيب افرض ان انا مثلا بنفذ حاجتين، مثلا يعني مثلا بكتب هنا وبعمل كود بعديها، مثلا الكود ده مثلا بكتب فيه مثلا ايه نيكست لاين، ماشي. انا عايزه لو القيمه مثلا بتلاتة ما يطبعليش النيكست لاين دي تاني، ماشي. بس انا يعني عاوز ابريك الحته دي، بس عاوز يكمل بقى اللوب عادي، فهستخدم هنا كونتينيو، ماشي. يبقى مش بريك بقى، لا كونتينيو. ثانيه واحده، هنسيب هنا دي بريك، كنترول زد بريك، هنا هنقول هنا ايلس اف مثلا واي هيساوي يساوي 3، ماشي. وهنقول له هنا هنا دي كانت بتساوي أربعة. طب هنا هنقول له بقى هنا ايه؟ كونتينيو. ايه كونتينيو ديت؟ كونتينيو دي معناها ان انت تبريك الكود اللي انت شغال فيه دلوقتي ده، بس من غير ما تبريك اللوب، كمل اللوب عادي، ماشي. تعالوا كده اهو نرن كنترول اس، نبدا هنا نعمل كلير، وبعد كده رن، اهو شايفين كله ماشي عادي، كله بعدين نيكست لاين نيكست لاين نيكست لاين، ما عدا البرنت اسمه ايه ده، 3 3 ما جاش بعديها ايه نيكست لاين. طبعا هي 4 4 خلاص، بريك بيبريك ديت وبيبريك اللوب كلها، بس 3 لو خدتوا بالكم ما عملش نيكست لاين، بس كمل اللوب بتاعتنا للليفل اللي بعديه. دي حاجة مهمة جدا كنت عاوز اشرحها لكم في اللوبس، بس يعني ما نسيت اقولها او ما ساعدش وقت الحلقة اللي فاتت ان انا اقول لكم عليها. تعالوا بقى نتكلم عن السويتش، هو موضوع حلقتنا النهاردة، بعد ما تناولنا المواضيع بتاعت كورس او مواضيع بتاعت اللوبس في الحلقة دي. عشان اكتب سويتش ستيتمنت، ماشي، لازم يكون في قيمة الاول
هسويتش عليها. ومعنى سويتش هو اختيار بين كذا قيمة، هي شبيهة قوي بالاف بس بسيكونس مختلف. تعالوا نشوف السيكونس ده مع بعض. اول حاجة لو انا مثلا عاوز اكتب مثلا نمبر، مثلا هقول مثلا ايه نمبر، وهنقول مثلا ان النمبر دوت بيساوي ايه 10، ماشي. وهاجي تحت اعمل سويتش على النمبر ده، ماشي. وهرجع اقول لو النمبر دوت، ماشي، او نعمل كيس، سوري، كيس الحاله الاولى، الكيس بتاعته لو هو ب مثلا 1، المفروض ان انا اقول له مثلا برنت، طبعا اف ام تي دوت برنت لين، وهقول له فال، او هنا كونديشن از 1. ولو في كيس تانية هاجي اقول له مثلا هنا كيس لو القيمة بتاعتك ب2، ماشي. وممكن اقول له هنا الكونديشن 2، طبعا هو بينفذ الكود اللي فيه الكيس، ماشي. وممكن بقى احط بقى الكيسز اللي انا عايزها، مثلا اقول له هنا كيس ب10 لو الرقم بتاعنا، لو هنا الكونديشن الكيس هنا 10. واذا ما كانش في كل دولت بستخدم ايه زي الالس كده في الاف، بستخدم ايه ديفولت. ديفولت دي معناها يعني مش موجود في كل الكيسز اللي فوق ديت، فبستخدم ديفولت. هقول له مثلا ايه كونديشن از مثلا نوت اكزيست دوت هير مثلا، يعني اي حاجة، ماشي. ومثلا هقوم جاي عامل سيف كنترول اس، ماشي. ونرن سي ال اس، طبعا انا مش عاوزه يرن الكود اللي فوق دوت، فممكن نقفله كده، نعمل له كومنت بالمالتي لاين كومنت، تمام كده اهوت. ويخلينا في الكود ده بس كده كنترول اس، ونيجي نرن، فهيقول لك ايه الكونديشن از 10. لو غيرناها لواحد وعملنا كنترول اس وعملنا رن، ماشي، هتلاقي الكونديشن بقى 1. طب انا لو خليت الرقم ده 11، ماشي، وعملت سي ال اس وعملت ران، هتلاقي كونديشن از 1. لا انا ما عملتش سيف، كنترول اس، وهنا اهو، وعملت كده هيقول لك كونديشن از نوت هير، تمام كده اهوت. طبعا هي مفيش فرق بينها كبير وبين الاف ستيتمنت، بس يعني ساعات انت بتبقى محتاج تعمل سويتش كيس لما بتكون بتسويتش على مجموعه من الفاريبلز المتغيره، فالاحسن انك انت تسويتش عليهم بالطريقه ديت. طبعا هنا ده لازم يبقى القيمه بتاعته ترو، فهو كيس هنا ممكن تقول له مثلا لو انت مش عاوز تكتب سويتش ديت في طريقه تانية، لو انت مثلا بتقول مثلا مثلا هنا مثلا انز هيساوي او هنا سالب 1، ممكن احط هنا سويتش وما اكتبش القيمه اللي هيسويتش عليها، احط كيسز بقى ب فاريبل هنا زي ما بقوله هنا نم ده بقى بيساوي 1 من دولت، لا انا ممكن احط القيمه بتاعته بتاعت البوليان اكسبريشن هنا انز مثلا، بس لازم طبعا احط قبلها كيس انز مثلا اكبر من 0 اهو، ومثلا اقول له ان الكونسول هنا ده از مثلا 1 او 1 مثلا، اوكي. وهنا مثلا اقول له هنا كيس انز اصغر من 0، فهنا يبقى الكونديشن اللي انا بدور عليها هنا مثلا ايه 2 اهو. يبقى انا هنا شلت القيمه اللي بسويتش عليها من الهيدر وحطيتها عادي
في الكيسز، هي شبيهه جدا بالاف اند الس. ولو عملت كنترول اس سيف وقمت جاي عامل ران ليها هتلاقوا الكونديشن از 2 لان هو اصغر من من الصفر. باحدى الطريقتين دولت بنكتب السويتش كيس او السويتش ستيتمنت. ويا ريت اللي عنده استفسار من اني نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. واتمنى اسعدكم من القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.